والقاعدة الشرعية أن موافقة عادات الناس فيما ليس بمحرم ولا مكروه فهو من المشروع. فموافقتك لعادة مجتمعك فيما ليس بمكروه وفيما ليس بمحرم فهو مشروع. ويدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يلتهب عليه نارا. وهذا إندل يدل على حرص هذه الشريعة الغراء على الاجتماع حتى في المظهر. فما ظنكم بالمخبر؟ والمتأمل للنصوص الشرعية يجد الكم الهائل في توجيه الناس إلى الاجتماع حتى في دقائق الأشياء. وذلك لأن الإنسان إذا لبس ما يخالف عادة أهل البلد فقد رغب عن اجتماعهم، هذا مما لا تؤيده الشريعة. والعادات تختلف من بلد إلى آخر.